كأنني تجرعت السم بهذه العبارة. أعلن مرشد الثورة الإيرانية الخميني موافقته على قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار لتنتهي الحرب الضروس بين إيران والعراق في 8 من آب 1988، تلك الحرب التي بدأت في 1980 مع وصول صدام حسين للحكم في العراق وانتصار ثورة الملال في طهران بقيادة الخميني الذي سعى لتصدير تلك الثورة في المنطقة بداية من العراق بحسب ما وصفه الدبلوماسيون. وفقا للوثائق فإن إيران قامت بقصف المناطق الحدودية للعراق ليقدم العراق بعدها أكثر من 260 مذكرة يشكو فيها الاعتداءات الإيرانية على أراضيه للمجتمع الدولي، ومن ثم اتهمت بغداد طهران بالوقوف خلف عملية اغتيال وزيرين عراقيين. كما أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرة إيرانية في العمق العراقي وأسر الطيار، ليعلن صدام حسين وبشكل مفاجئ الحرب على إيران في 22 من أيلول 1980. حرب كانت كراً وفراً بين الطرفين، ونال كل طرف دعماً من حلفائه الدوليين، لكن الدعم الأبرز كان من الاحتلال الإسرائيلي للنظام الخميني بأكثر من ملياري دولار من الأسلحة بحسب شهادة وزير الخارجية البريطاني آنذاك جاك سترو، فضلاً عما يعرف بفضيحة إيران كونترا التي زودت واشنطن طهران بالأسلحة خلال الحرب، وكذلك الدعم الذي تلقته إيران من القذافي وحافظ الأسد. وفي الجانب الآخر تلقى صدام حسين الدعم من الاتحاد السوفيتي ودول الخليج وبعض الدول الأوروبية، الحرب التي سماها صدام بالقادسية وأطلق عليها الخميني بحرب الدفاع المقدسة وعدت الأطول في القرن العشرين. انتهت بعد سحق الجيش العراقي القوات الإيرانية في معركة الفاو معلنا عودتها للأراضي العراقية وانتهاء فصل دموي أكل الأخضر واليابس وراح ضحيته أكثر من 1,000,000 إنسان ودمرت مدن وخسائر مادية وصلت لأكثر من 350 مليار دولار. ورغم العداء الذي دام بين البلدين لعقود إلا أنه وبعد 2003 انقلب الحال وأصبحت إيران صاحبة النفوذ الأكبر في العراق عبر وكلائها والأحزاب الموالية لها في بغداد، وأصبح العراق ساحة حرب بالوكالة بين إيران والولايات المتحدة.